اسكندرية 1932، الساعة 6 الصبح في يوم معتاد على شط البحر في منطقة الأنفوش. كان في مركب صيد لسه راجعة من رحلة طويلة وبتنزل طرود السمك على الشط. واحد من الصيادين لمح حاجة غريبة من بعيد، ولما وصل لقاها جثة شابة عريانة وبطنها مشقوقة من فوق لتحت. بسرعة طلع واحد من الصيادين يجري على القسم علشان يبلغ عن الحادثة، وبالكشف المبدئي عن الجثة اكتشفوا ان قلب الجثة واحشائها مش موجودين، وده اللي خلى الموضوع غريب جدا ومعقد. بدأت المباحث تتحرك فورا علشان يوصلوا لمرتكب الجريمة، لان خبر الحادثة انتشر بسرعة كبيرة، خصوصا ان الضحية شابة صغيرة عندها 22 سنة ومعروفة لاغلب اهل المنطقة، وده طبعا سبب الرعب لاهالي دايرة اسم الانفوشي وبقوا خايفين على بناته. الضحية كان اسمها سيدة أبو الأنوار من مواليد الشرقية، جت اسكندرية مع أبوها وهي عندها 14 سنة بعد ما أخوها اتحبس في قضية سرقة في الشرقية مكان ما كانت مولودة، وسبب لهم فضيحة. أبوها قرر أنه يسيب البلد ويهجر اسكندرية. سيدة اتجوزت وهي عندها 16 سنة من تاجر صاحب محل بقالة في الشارع اللي سكنوا فيه، وبعدها بسنة أبوها توفى، وللأسف جوزها كان مدمن أفيون، وده اللي خلاه طبعا ضيع كل فلوسه وباع المحل وطلق سيدة بعد ما ابوها مات بسنتين، واضطرت انها تشتغل دلالة علشان تعرف تصرف على نفسها. ومع الوقت اتعرفت سيدة بين ستات المنطقة كلها ورجالتها كمان. سيدة كان ماشيها شمال وادمنت الخمر، وبقى بيتها مفتوح للي يلحق الاول. كتر علاقات سيدة خلى مهمة المباحث اصعب في تحديد الجاني، خصوصا موضوع غياب القلب والأحشاء. كان الهدف هو حصر المشتبه فيهم في أقل عدد ممكن، وفعلا قدروا يحصروا المشتبه فيهم في 4 بس، كل واحد منهم حكايته أغرب من التاني وعنده الدافع إنه يقتل سيدة. بس يا ترى مين فيهم اللي قتل سيدة؟ عيشة منصور صاحبة سيدة الوحيدة وسرها. عيشة ست بيت طبيعية جدا من بتوع زمان، لا بتشتغل ولا بتروح ولا بتيجي. وسيلة التسلية الوحيدة بالنسبة لها كانت النم على الستات ومعرفة أخبارهم، وطبعا كانت أسرع طريقة لمعرفة الأخبار هي الدلالة، وده اللي خلى عيشة وسيدة صحاب جدا وبقت شبه مقيمة عندها من الصبح ولحد بالليل. لما يرجع جوز عيشة بيتطوح من الخمرة كل يوم، ويوم بعد يوم بدأت سيدة تعلم عيشة شرب الخمرة هي كمان، وبعد الخمرة الأمور اتطورت بينهم بشكل أقصر وأقاموا علاقة محرمة مع بعض، لحد ما في يوم كانوا هما الاتنين سكرانين وجه جوز عيشة اللي كان بالصدفة فايق مش سكران، وأخد سيدة عشان يوصلها بيتها. طبعا تقدروا تتصوروا إيه اللي حصل لما وصل بيتها بالظبط، أقامت معاه علاقة جنسية هو كمان، والموضوع بقى متكرر لحد قبل الحادثة بعشرة أيام. عيشة راحت لسيدة بيتها علشان تطمن عليها لأنها مختفية بقالها أسبوع عادي. هناك تفتكروا لقت مين؟ رافو، لقت جوزها طبعا، وهنا ولعت الدنيا بين الاتنين ومسكوا في بعض. ولأن سيدة ما عندهاش حاجة تخاف عليها فضحت الاتنين في الشارع وقالت على كل حاجة، طبعا ده سبب فضيحة كبيرة جدا لعيشة وجوزها اللي كان موظف محترم بالمناسبة. وهنا عيشة هددت سيدة بأنها تنتقم منها، وطبعا ده اللي خلى عيشة أول واحدة على لستة المشتبه فيهم بقتل سيدة. بيومي معتوق تاجر وصاحب محل بقالة كان متجوز سيدة وهي عندها 16 سنة زي ما قلت لكم في أول الحلقة، بس إدمانه للأفيون ضيع كل فلوسه وباع المحل بتاعه. وبعد ما مات أبو سيدة بسنتين بدأت المشاكل تكتر ما بينه وما بين سيدة، خصوصا إن الأفيون خلاه عاجز جنسيا وسيدة فضحته عشان يطلقها، وبقت بتحكي لستات المنطقة كلها إنه عاجز وإن ولاده من مراته الأولانية مش ولاده. بيومي اتهم سيدة إنها سرقت منه تمن بيع المحل حوالي 350 جنيه، طبعا ده كان مبلغ كبير جدا سنة 32، لكن ما قدرش يثبت إنها سرقت المبلغ ده، وحتى بعد ما طلقها فضل يطاردها، وقبل الحادثة بفترة قصيرة حاول يروح لها ويطلب إنها ترجع له أو ترجع له الفلوس، لكن سيدة طبعا مارست هويتها المفضلة وفضحته تاني في وسط الشارع ومشي وهو بيحلف انه هيقتلها. وبالشكل ده استحق بيومي مكانه كتاني واحد من المشتبه فيهم.
سعيد السيد طالب في البكالوريا، متفوق في المدرسة، ملوش في أي حاجة، من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت. سيدة كانت بتتردد على بيتهم علشان بتجيب لوالدته قماش، ومرة ورا مرة أغرم بيها الواد الغبي وبقى يشوفها وشه يحمر. وطبعا سيدة لحظة وبقت بتحاول تغريه أكتر كل ما تبقى عندهم في البيت، لحد ما الولد نزل وراها في يوم ومشي لحد بيتها. ولما وصل وخبط على الباب كانت سيدة في انتظاره بملابس ساخنة، هي كانت قصدة توقعه. وطبعا من غير ما أقول انتوا برضو عارفين حصل ايه. مرة ورا مرة الولد بقى مش قادر يستغنى عنها وسقط في المدرسة. قال لها نتجوز. طبعا هي سمعت الكلمة دي وضحكت جدا وقالت له لا انا ماليش في الجواز. بس هو ما بطلش يتردد عليها، ولما بدأت تزهق منه عملت معاه نفس الفضيحة المعتادة. يومها الولد طلع يجري في الشارع وهو مخبي وشه، وبعدها سافر مصر عند عمه علشان يكمل تعليمه بعيد عنها. بس حظه انه رجع اسكندريه قبل الجريمه بثلاث ايام. يا ترى ده حظه ولا في حاجه تانية؟ والحاجه التانية دي هي اللي خليته مشتبه فيه في قتل سيده الشاويش عبد المولى. ده بقى حكايته غريبه جدا. ده شاويش درك كان مكلف بحراسه المنطقه اللي فيها بيت سيده، وفي ليله غبره على دماغه سيده كانت راجعه وش الفجر سكرانه طينه وعماله تقع على الارض كل خطوتين، صعبت عليه راح مسندها لحد شقتها. وطبعا وهي في الحاله دي راحت متشعبطة فيه ومدخلها الشقة معاه، ولأنها كانت جميلة حسب مصادر الحكاية ما قدرش الشاويش عبد المولى يمسك نفسه وأقام معاها برضو علاقة جنسية. الغريب بقى إنها لما صحيت الصبح وشافته جنبها على السرير عملت له فضيحة وطردته من شقتها بالملابس الداخلية. طبعا عبد المولى طرد من البوليس وتحاكم وتحبس 6 شهور، ولما طلع ما كانش لاقي شغل نهائي وتشرد في الشوارع، وكان بيروح تحت بيتها كل فترة تحت تأثير الخمرة اللي بقى مدمنها ويشتمها ويحلف انه هيقتلها. وكده تبقى الليستة اكتملت، كل واحد من الاربعة عنده سبب انه يقتل سيدة. بس يا ترى مين فيهم اللي قتلها وازاي قدروا يوصلوا للقاتل الحقيقي؟ بعد الحادثة بيومين وصل تقرير الطب الشرعي، واللي اثبت حاجة غريبة جدا، انه بعد تشريح الجثة اتضح ان القتل تم بأداتين مش أداة واحدة، يعني سكينتين مختلفين، واحدة استخدمت للطعن وشق البطن والتانية للطعن في الرقبة، وهي دي اللي سببت الوفاة. وإن الجرحين كان بينهم فترة زمنية مش أقل من ساعة، ده غير إن الجثة تم اغتصابها بعد وفاتها. كده بقى في شك إن 2 ارتكبوا الجريمة واشتركوا في قتل سيدة مش واحد. بس ليه في فرق بين الطعنة الأولى والتانية حوالي ساعة؟ بدأت المباحث توسع دائرة البحث، وبدأت النيابة في استجواب المشتبه فيهم واحد ورا التاني، وبدأوا بعيشة اللي كان واضح جدا من اقوالها انها ملهاش يد في الجريمة وانها ما شافتش المجني عليها من وقت طويل، وده كان واضح من التحريات ومن اقوال جيرانها كمان انها ما خرجتش من بيتها من اكتر من اسبوعين، وان جوزها مسافر اسوان في مهمه تبع شغله وانه لسه هناك لغايه دلوقتي. وبكده يبقى فاضل 3 من الاربعه المشتبه فيه. اول خيط كان لما المباحث وصلت لواحد من بتوع سن السكاكين اللي كانوا منتشرين جدا في الفتره دي، بياع على باب الله متجول بيلف في شوارع الحي يسن للناس السكاكين القديمة. الراجل ده قال انه في الفترة اللي قبل الجريمة سن سكاكين لناس كتيرة جدا، لكن لما تعرض عليه صور مشتبه فيهم الثلاثة كانت المفاجأة. اتعرف عليهم هم الثلاثة وقال انه سن لكل واحد فيهم بشكل منفصل سكينة كبيرة، طبعا في اوقات مختلفة، وده اللي زود حيرة المباحث والنيابة اكتر. وكان لازم يوصلوا لمين اللي قتل سيد. وفي يوم استدعى وكيل النيابة كل واحد من المتهمين لوحده، وبدأ ببيومي طليق سيدة اللي بسرعة انهار وقال انه فعلا كان عاوز يقتلها لكن خاف وما قدرش ينفذ الجريمة، وانه لو شاف اللي قتلها هيشكره لانه خلص الدنيا من شيطان زي سيدة، لكن مش هو اللي قتلها، ولو كان قتلها كان قال واعترف. بعدها دخل سعيد وبدأ وكيل النيابة يسأله، بس الولد كان عنده ثبات انفعالي جامد قوي وبيرد بشكل متزن، وقال انه ساب البلد من فترة طويلة وراح عند عمه في القاهرة عشان يكمل دراسته ويبعد عن سيده، وانه رجع من اسبوع علشان يطمن على امه مش اكتر. عاوزكم تلاحظوا حاجة قبل ما نكمل، وقعت الشاطر بألف والشيطان يكمن في التفاصيل، وثقة القاتل في نفسه دايما هي اللي بتوقعه. اخيرا سأل وكيل النيابة عبد المولى اللي فجر مفاجأة، خلصت الموضوع حتى من غير ولا ألم. عبد المولى بعد شوية من التحقيق قال لوكيل النيابة
فضل معايا عايز أوريك حاجة، ومشي بيه لحد باب بيتهم، وتحت الباب حفر حفرة وخرج من الحفرة شوال، وجوه الشوال ده كان أحشاء المجني عليها والسكينة اللي شق بيها بطنها. بس لحظة قبل ما تفتكروا أن الموضوع كده انتهى أو أن الحدوتة خلصت والجريمة اتحلت، خلينا أقول لكم أن تقرير الطب الشرعي قال أن الطعنة اللي في الرقبة هي اللي قتلت سيدة، وأن شق البطن ده حصل بعد موته. كمان السكينة اللي لقوها في الشوال مش هي اللي حصل بيها طعنة الرقبة، يعني فاضل قطعة من البازل لسه مش في مكانها. عبد المولى قال انه كان ناوي يقتلها من فترة بس كان خايف ومتردد، وبعدين لقى شاب بيمشي وراها بالليل كل يوم تقريبا واوقات كتيرة، يطلع يبات عندها وينزل الصبح بدري بعد ما يسمع خناقه. وفي ليلة سمع خناقة كبيرة بين الشاب ده وبين سيده، ونزل الشاب ومرجعش فترة طويلة. بس ليلة الجريمة شاف الشاب ده راجع وفي ايده كذا ازازة خمر، وطلع عند سيده وغاب. وبعد شوية حوالي الساعة 11 بالليل نزلوا هما الاثنين، وسيدة كان واضح قوي انها سكران، وفضلوا ماشيين لحد البحر، وشاف سيدة من بعيد بتقلع هدومها، وبعدين الشاب ده بدأ يتلفت حواليه وراح مطلع سكينة صغيرة وضرب سيدة في رقبتها، ولما ماتت اعتدى عليها جنسيا. ولما مشي الشاب ده راح ناحيتها عبد المولى وحب ينتقم منها، فشق بطنها وطلع أحشائها علشان ينتقم منها زي ما دمرت حياته. في معلومة صغيرة جدا بالإضافة لاعتراف عبد المولى وهي اللي حلت القضية، صحيح عبد المولى اعترف انه قتلها بس هو الحقيقة ما قتلهاش، هو شق بطنها بعد الشاب اللي قال عليه ما قتلها، وده معناه انه اشترك في الجريمة انما مش هو القاتل الحقيقي. أمال مين القاتل الحقيقي؟ المعلومة الصغيرة دي واللي قلنا ان الشيطان يكمن في التفاصيل هي اللي حلت الموضوع. هل يا ترى سعيد هو الشاب اللي كان بترد عليها؟ الإجابة ايوه. عرفنا منين؟ عرفنا من معلومة بسيطة جابها ضابط المباحث من القاهرة. ببساطة عم سعيد اللي المفروض انه عايش عنده قال انه ما شافوش من اكتر من 3 شهور، ده معناه ان سعيد ما راحش القاهرة عند عمه زي ما فاهم اهله، بالعكس هو فضل قاعد عند سيدة في البيت وكل شوية تتخانق معاه وتطرده وترجع تصالحه، لحد ما في يوم طردته وجابت راجل تاني البيت. ساعتها قرر سعيد انه يقتلها، رجع لها ليلة الجريمة وعمل نفسه بيصالحها وشربها خمرة كتيرة لحد ما سكر، وخدها عند البحر وقتلها واغتصبها بعد وفاتها عشان ينتقم منها. طبعا دي كانت اعترافات سعيد بعد ما النيابة واجهته بكل الأدلة اللي كانت حواليه، ده غير ان هم لقوا بصماته في كل مكان في الشقة، ولما فتشوه كان معاه نسخة من مفتاح بيت المجني عليها. ولما خلص اعترافه بكل هدوء قال انه قتل الشيطان وانه مستعد يرتكب الجريمة مرة واثنين وثلاثة. في النهاية تم الحكم عليه هو وعبد المولى باللي يستحقوه. هي جريمة غريبة مليانة تفاصيل، اللي خلى الجريمة دي معقدة هو سوء سمعة المجني عليه وكتر علاقاتها المتشابكة، وده اللي خلى الوصول للجاني مش أمر سهل. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير. أشكركم وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.